أعلن الوكيل المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية في وزارة الصحة الدكتور عبدالله البدر عن ضبط إحدى لجان التفتيش التابعة لإدارة تفتيش الأدوية في وزارة الصحة مخالفات جسيمة على أحد المستوصفات الطبية الأهلية في منطقة السالمية، تتمثل بوجود كميات كبيرة من الأدوية غير المسجلة بوزارة الصحة، إضافة إلى أدوية مهربة وأخرى خاصة بالمستشفيات والمراكز الصحية الحكومية، مردفا أن الوزارة بصدد إحالة المخالفات إلى النيابة العامة.